ندعي مجلس القضاء الأعلى يلاقي بسرعة حل لإعادة سير العدالة، ومنحمل المسؤولية لرئيس المجلس. ضحايانا، أبرياءنا محبوسين أيضا. لماذا؟ لا، لأنه الرئيس مجلس القضاء الأعلى ما بده يعين قضاء ينظر بقضيتهم. نيتنا كانت متجهة لتعيين الانتداب قاضي للبت بالأمور الضرورية والملحة إلى حين زوال الموانع التي تحول دون وضع القاضي بيطار يده على الملف. طيب، واضح انه في استنسبية بمسار التحقيق، وفي كتير اسئلة مشروعة عن الاداء الحاصل. بدري ظاهر ورفاقه مسجونين من سنتين ظلم على تقصير ما ارتكبوه، وممنوع عليهم وجود قاضي يستمع لهم او ينظر باخلاء سبيله. وقعنا كنواب كتاب الى رئيس المجلس والى المجلس بضرورة السير فورا برفع الحصانات للوصول امام المحقق العدلي. هو الحادث فك الحصار. كفر